ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم حلقة جديدة مع قناة القيم والأخلاق مع ألهم أيمن. النهاردة أنا هتكلم على الجنس المولود الفرخة، وتعالوا شوفوا الفرخة هتخلف لنا ايه. هي الفرخة بتبيض ولا بتخلف؟ ودلوقتي انا هولد الفرخة. ايه الفرخة جابت لنا ايه ادهم؟ تابعوا معايا الفيديو. طبعا الفرخة جابت توأم. توأم؟ طب شوف لنا الكنس المولود ايه؟ ولد وبنت. ولد وبنت؟ طب طلعوا لنا ونشوفهم. ايه ده، جابت عيل ابيض وعيل اسود؟ طب هي ايه، هي بيضه ولا سودة؟ ايه دي الفرخة؟ الفرخة هي مش شايفة اللون. طب شوف كده، ابحث عن الفرخة كده. طب فيش عيل تالت ولا حاجة؟ شوف عيل تاني، التالت هيطلع برتقاني ولا حاجة. انت بتدور فين؟ بدور في بطنها. في بطنها؟ ايوه، ما هي دي بطنها. طب ماشي، يلا دور. لا مفيش. مفيش؟ طب احنا دلوقتي الفرخة جابت لنا توأم، جنسهم ولد وبنت، ودلوقتي يا ادهم لازم نعمل لهم احتفال. بصوا، بالونة بامبي وبالونة لبني وبالونة بيضة شبه ادهم، لابسة ابيض شبه ادهم، وبامبي شبه البنت، ولبني شبه الولد. الولد طبعا طلع اسمراني شوية، والبت طلعت ايه؟ بيضة. اكيد البت طلعت بيضة شبه مامتها، والولد طلع اسمر شبه باباه. ف يلا كلكم كده شوفوا الفرخة بتبيض ولا بتولد، اكتبوا لنا معاكم في الكومنتات كده، وشوفوا كده ايه رأيكم في افكار ادهم، حلوة ولا وحشة. وتابعوا فيديوهاتي اللي جاية، وما تنسوش لو افكاري بتعجبكم تعملوا لايك واشتراك، وتكتبولي في الكومنتات هي الفرخة بتبيض ولا بتخلف. ومع السلامة، مع السلامة.